على الاول وعليه شايف صور والله العظيم شبه اللحم دخلت جوا الدار مثلا بالصور. هي هنا هي هذا دم شخص وقع انضرب في الحيطه وقع هنا والله كان مكفور بالصين. وهذا الممر كان فيه رجل طفل الممر هذا الممر كان فيه رجل طفل والطابق تاع الجيران كان فيه راس كان فيه راس. تخيل كمية الوجع والألم. احنا الفلسطينيين احنا عبارة بتعاملوا معنا اليهود عبارة عن يعني ناس ما إلها قيمة ولا احترام. الشارع فيه شارع رئيسي تقريبا بعيد 200 متر اثنين شخصين جابوهم ببطاطين وجابوهم هين زي ما انت شايف مأساة. كان هنا هاي مكان الدم كان هنا يمكن تقريبا 15 كيلو لحم كان غادي كمان اللي هو أشلاء. يعني إشي خيالي لا يعني أقول لك والله ما حدا في العالم قادر يوقف إسرائيل. اليوم إحنا بنوصل رسالتنا للعالم للمجلس الأمن لكل العالم إسرائيل فوق القانون اضعوا لها حد. إسرائيل تجاوزت كل وسائل الاحترام والأدب. إسرائيل أساءت للشعب الفلسطيني. إسرائيل يعني ناس عزة ناس آمنين في بيوتهم قصف البيت من دون اي انذار من دون اي كلهم اطفال. البيت كان مليء جدا بالنازحين فوق يمكن تقريبا 50 شخص كان بتواجد في البيت. يعني حاجة والله خيالية. احنا بنطالب من العالم كله بنطالب من مؤسسات العالم انه يكون في حماية دولية للشعب الفلسطيني في وقفوا عن جهيد هذا الاحتلال. الاحتلال تجاوز كل الخطوط. الاحتلال بتعامل مع أهل غزة إنهم عبارة يعني عن ناس حثالة لكن احنا